عاجلة. أول رد مغربي على قرار الجزائر بعدم تجديد عقد أنبوب الغاز. في خبر جديد، وبعد القرار الذي اتخذته الجزائر بعدم تجديد عقد أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي العابر من المغرب نحو إسبانيا، والذي انتهى الاتفاق بخصوصه مع منتصف الليلة الماضية بعد 25 سنة على بدء سرايا الاتفاق عليه، وهو القرار الذي خلف عدد كبير من ردود الفعل والتي أجمعت أن النظام الجزائري هو الخاسر الأكبر من هذا القرار. أكد المغرب عبر بلاغ مشترك بين المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والمكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن أن القرار الذي أعلنت عنه السلطات الجزائرية أمس بعدم تجديد الاتفاق بشأن خط أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي لن يكون له حاليا سوى تأثير ضئيل على أداء النظام الكهربائي الوطني. وحسب نفس المصدر وفق ما كتبته الصحيفة، فإن طبيعة جوار المغرب وتحسبها لهذا القرار فقد تم اتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان استمرارية إمداد البلاد بالكهرباء، حيث يتم حاليا دراسة خيارات أخرى لبدائل مستدامة على المدين المتوسط والطويل. نشكركم على حسن المتابعة.